ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال وفي افضل صحة. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة لحمة بالبصل بطريقة سهلة جدا، حلوة جدا، سريعة جدا، هتعجبكم قوي قوي وطعمها خطير. يلا بينا على الفيديو عشان نشوف اللحمة بتاعت النهاردة عملناها مع بعض ازاي. نعمل كباب حلة سريع. عندي هنا دي معلقة من السمنة كبيرة على معلقة من الزيت، بحطهم على النار وبسيبهم يسخنوا كويس جدا. وبعد ما بسيح معايا السمنة كويس، هنا عندي هنا دي لحمة جبتها وقطعتها قطع اللي انت حباها الحجم اللي انت عايزاه، واغسليها كويس. وببدأ ان انا انزل بيها واحدة واحدة كده اهو، وخدي بالك وانت بتنزليها عشان السمنة ما تنطبش عليكي. توطي النار في المرحلة دي، مش هنزل بالكميه كلها، هنزل بشويه واستنى شويه وانزل بباقي الكميه عشان تبدا الحله سخنه معايا. نزلت بالكميه كلها اهو زي ما انتم شايفين، بسيبها كده دقيقه، بعد كده ببدا ان انا اقلب فيها. شايفين المنظر؟ زي ما انتم شايفين، بصوا بقى اللحمه كده بدات ان اقلب فيها، ولو نزلت ميه بسيبها تتشرب ميتها. تمام، شايفين المنظر؟ عندي هنا بصل قطعته جوانح بالشكل ده او شرايح، الكميه اللي انت حباها. انا حاطه هنا 5 بصلات، بقلب البصل كده مع اللحمه زي ما انت شايفه. قلبت كده كويس جدا، بقلب لمده دقيقه. بعد كده هنزل بطماطمايه مقطعه قطع وفلفل، فلفل هنا اختياري، والطماطم برضو اختياري. في ناس ما بتحطش طماطم، بس انا بحب احط طماطم، بيخلي لونها كده فاتح مش لونها بيبقى غامق معايا. وبقلب الكلام ده كله برضو مع بعض. هضيف بقى البهارات بتاعتي اللي هي الملح والفلفل الاسود، اي اضافات تانية حابة تحطيها حطيها، عايز تحطي شطة حطي بابريكا. بقلب الكلام ده كله كويس مع بعض كده اهو. هنا ممكن كمان تضيفي معلقه من الصلصه لو حابه. شايفين المنظر؟ هغطي بقى الحله بتاعتي، ان كل ده ما حطيتش اي ميه، هغطي الحله بتاعتي لمده كده 5 دقايق ونرجع نشوف هنعمل ايه. بقى نفتح بعد 5 دقايق، شايفين بقى المنظر؟ بصوا، هنزل بقى بكوبايه من الميه للتغليف، هحط كوبايه كوبايه، لو احتجت هزود، ما احتجتش خلاص. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعض. الميه هنا بزودها تدريجي، مش بنزل بكميه كبيره، لا هزودها تدريجي. واغطي بقى عليها واسيبها على النار تتشرب، ولو احتاجت ميه تاني هزود تدريجي لحد ما اللحمه تستوى معايا. هنا بقى غطيتها كده وهسيبها على النار. عايزه اقول بس على ملحوظه، اي ميه تحطيها لازم الميه تكون بتغلي، ما ينفعش تحطي ميه بارده هتاخر السوا بتاع اللحمه. شايفين عندي كده اللحمه خلاص استوت وشربت معايا. عندي هنا دي بطاطس محمره ودي اختياريه قطعتها مكعبات، وببدا ان انا انزل بيها بالشكل ده واقلب الكلام ده كله مع بعض. هنا الخطوه دي حلوه جدا بتاعت البطاطس، بتفرق قوي في الطعم. بص هتاخد بقى وتدي مع بعض كده اهو، واقلبها كويس جدا واسيبها بقى على نار هاديه كده ايه عشان تتشرب من الصوص بتاعها. زي ما انتم شايفين ده شكل بقى الاكله بتاعتنا، خلاص استوت بقت جاهزه، نبدا ان احنا نقدمها، نطفي عليها ونقدمها وبالف هنا. ده كان فيديو النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم، واستنوني في فيديو جديد وحلقه جديده معانا.